ورد عن النبي أنه قال: ضمنت على الله. ضمنت، النبي هو الضامن. ضمنت على الله وحق علي أن أزور من زاره، فآخذ بعضده فأنجيه من أهوال القيامة وشدائدها حتى أصيره في الجنة. ما راح أطول شرحي، واضح الكلام. النبي يقول: أنا أضمن لكم على الله أنه من زار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حينما يدفن في قبره، أنا زائره. النبي بيجي ليزورك، عم بيرد الزيارة إليك. اثنين، إذا جاءت أهوال القيامة آخذ بعضده، بيمسك بيده وبينجيه من كل أهوال القيامة. تخيل حالك بهاي الأهوال والشدائد بالقيامة، والنبي هو حاطط إيده على عضدك، على إيدك، على كتفك، على جسدك، وعم بيمشيك حتى أصيره في الجنة، ليفوتك إلى جنة الله.